مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم. هو هذا الكرت hole in the soul، فراغ في الروح أو فراغ في القلب. تفسير الكرت وشنو يعنيه حق هني كرتاتكم أو حق علاقتكم الثلاثية، إن في شيء راح ينكشف، في فراغ أنت خلفته أو العلاقة نفسها خلفته في قلب الشريك. لأن لما أقول فراغ، عندنا أيضا طاقة شريكك نجمة البحر تتكلم عن إن ظاهرا شريكك أحسه في طاقة تمثيل، في طاقة يسوي نفسه أن الأمور بخير، أن ما في شيء تغير عليه، ما في شيء نقص من حياته، ولكن حقيقة في فراغ كبير، في فجوة، فجوة في قلب هذا الشخص، في مشاعره، مشاعر اللي تخص مو بس الحب، الشغف حتى. الشغف انفقد عنده طاقة الشغف. لما أقول شغف قاعدة وايد أشوف هنا عندنا طاقة نار، إذا تلاحظون وايد طاقة نارية. فهني في شيء انفقد، او انت يا برج الدلو، انت احسك اللي قلت ان دام ما راح احصل اللي ابيه من العلاقة، او اذا ما راح تمشي الامور مثل ما ابيها، ليش هذا الشخص اللي هو الشريك او ممكن حتى الطرف الثالث، ليش اخليهم يكونون سعداء؟ ليش؟ ليش ليش اخلي اسمح لهم ان تكتمل سعادتهم؟ في شيء من سعادتهم لفتره ما كانوا سعيدين، بس في شيء انت اخذته، شيء ملكك، لان انت عندك الصقر، الطرف الثالث عند الاسد، مع قوته مع حجمه، ولكن في شيء ملكك انت، يمكن نفسك، يمكن انت سحبت نفسك، يمكن انت سحبت حبك، سحبت اهتمامك، سحبت ممتلكات، في شيء اخذته وهو اللي فرغ هو اللي خلف فراغ وفجوة في قلب، هني في منطقة جدا حساسة في قلب الشريك. الشريك قبل لما انتوا كنتوا خلينا نقول متوافقين اكثر مع بعض، موجودين اكثر مع بعض، كان يقدر يحصل، نقول كان يقدر يحصل الكيكة وياكلها في نفس الوقت، لانه مجتمعين عند شخصين، عند الشخصين اللي يبيهم. ولكن انت كأنما رفعت الرهان، رفع سقف الرهان، صعبت عليه الأمور، وقلت ليش أسمح له، لشريكي أو حتى للطرف الثالث، إنه يكون سعيد أو يكون مرتاح؟ لأنه ما في تهديد، دام أنا موجود ودام أنا راضي ما في تهديد. فسويت حركة، سويت خطوة، أو على وشك، يمكن ترى يقول لك أنت هاي اللي المفروض تسوي، إن تأخذ خطوة تصعب فيها الأمور، تسحب فيها نفسك، تقول اوكي دام ان انت تخون خلني انهي الزواج، دام ان انت تخون تبي تتصرف على راحتك خلني انهي العلاقة، دام ان انت بتتصرف بهالطريقة خلني انهي شراكة العمل، مهما كان الوضع ومهما كان السيناريو اللي قاعدين تعيشونه مع هاي الشخص. يمكن صار لكم فترة مبتعدين او منفصلين، لكن الفراغ ابتدى يحس فيه شريكك نجمة البحر بشكل مؤلم في هاي الفترة. انت تخلفت واخذت شيء من حقك، اخذت نفسك مثلا، قلت انا من حقي ان اسحب نفسي، دام الامور مو ماشيه صح مثل ما ابيها، من حقي ان انقذ واسوي الشيء الصعب اللي ما حد كان يتوقعه. شنو الشيء اللي ما حد كان يتوقعه وانت سويته؟ تجرأت. هني اشوف جرأة حتى على الاسد. الاسد حتى الطرف الثالث ما كان متوقع ان انت راح تسوي هالحركة، ما حد توقعها، ما حد كان مجهز نفسه. هذه الطاقة ممكن تكون صارت في الماضي لبعضكم، قاعدة تصير في الحاضر، أو راح تصير في المستقبل. استخدموها باللي يناسب وضعكم مع الشريك. برج الدلو، أنت عندك الصقر، حيوان هوائي، طائر، أوكي، طائر جارح. طاقتك أنت أصلا موجود في عنصرك وفي أوج قوتك في الفترة القادمة في العلاقة الثلاثية. لما أشوف شريكك عند نجمة البحر، سواء هو كان برج مائي أو لا بغض النظر، معناته خصوصا نجمة البحر دائما تتكلم عن هنين مرة ثانية الفجوات اللي فيها، شريكك في الفترة القادمة راح يكون أسهل وأضعف مما تتخيل تجاهك أنت، تجاه الموضوع، تجاه مطالبك، أوكي؟ ما راح يكون عنده نفس أو عنده قوة، أنه يمكن ظاهريا يقدر يمثل، ولكن أنت عارف، أنت الصقر اللي تقدر تلقط الأشياء. دائما أقول لكم برج الدلو، أنت عندكم نفس الأشعة السينية، أنت تقدر تلقطون أن نعم نجمة البحر هيكلها خشن، ولكن داخلها فجوة، ما في شيء، ما في شيء، في فقد، في حزن، في ألم، أوكي؟
الطرف الثالث عند الأسد، أحس هني لما أشوف الأسد ما يعني فقط القوة، لأ يعني الكبرياء. في شخص هني الطرف الثالث انغر، أخذ الغرور بشكله. ما أدري ليش في مرحلة من المراحل يمكن أنت حس برج الدلو وما كان عندك حيوان الصقر. في طاقتك هني للعلاقة الثلاثية ما كنت الصقر، كنت حيوان أكثر أليف أكثر، أو وجودك كان مو تهديد. كنت مثلا مثل الأرنب، كنت مثلا مثل الفأر، هاي الطاقة الحمل حتى. أوكي، ما كان عندك هذا الحيوان الشرس أو الطائر الجارح، ما كان عندك. فهني في شخص ما توقع، لأن أشوف نظرتي هني الأسد أحسه عطاك ظهره، وهو عارف يعرف إنه غلط. الطرف الثالث يمكن عطاك ظهره وفهم عقب متأخر إنه غلط إنه سوى هاي التصرف. ما كان المفروض يأمن لك، مو إن أنت طعنته، ولكن أنت سويت حركة وعلى وشك أن تقوم بتحركات ما حد يتوقعها في هاي العلاقة الثلاثية، تخليهم اثنينهم تعساء. هني الاسد كانه قاعد يقول لي، تعرف اللي قصه السلحفاء اللي مع الثعلب، كانه في سباق، وبعدين لما الثعلب انغر بروحه، بعدين مع فتره او في نهايه السباق شفنا السلحفاء هي اللي فازت. ما توقعوا في شيء وايد عكس التوقعات، عكس التوقعات. انت اللي صح، انت اللي قادر تشوف. اوكي، في شيء صار او راح يصير اثنينهم ما يتوقعونه، خربت عليهم شيء. اوكي، اثرت على شيء يخص منطقه القلب اللي ما عندنا هني. عندك الساحر، هذا كرتك من احد كروتك برج الدلو. كرتك الثاني تعرفون النجمه، هذاك الكرت الاساسي. عندك الغصنين، طاقه ناريه. عندك بيج اوف وانز، الغصن الصغير. احس هني انك قاعد تترقب. اوكي، كانك هني قاعد في برج مراقبه وتنتظر متى انت عندك شك، عندك احساس. دائما برج الدلو من الابراج اللي حدسه ما يخيب، واذا ما كان دقيق 100% فراح يكون قريب من الحقيقه. اوكي، جدا قريب، حدسه ما يروح بعيد في منطقه التوقعات. اوكي، فكانه هني في شيء انت توقعت انه راح يصير، او خمنت، راهنت عليه. في طاقة مراهنة، راهنت انه اوكي صح، حاليا او في الماضي كانت كل الاحتمالات ضدي، كنت انا الخسران، ولكن في المستقبل احس انه اذا سويت هالحركة الغير متوقعة العنيفة الشرسة الخطرة. اوكي، نوع من المناورات، عندك طائر مناورة معناته لو صار في خيانة ممكن اقعد ابكي، ممكن اقعد اصيح وأند بحظي، أو أني أقف بقوة وأرد ويكون رد قوي. هاي النوع من الطاقة، أنه ما راح أظل في الشادوز أنيمور، ما راح أظل في الخفاء، ما راح أظل الشخص ألعب طاقة الضحية وألعب طاقة الشخص اللي خسر. أنا عارف هني أن في شيء راح يصير. حتى يقول لي الساحر، يقول لي شفته في حلم، تنبأته، خبرتي في الحياة، ذكائي في الحياة، أعرف أن لما أسوي هالحركة هذا أفضل احتمال لي أني أطلع أنا الكسبان مو الخسران. أنا حاليا الخسران، أو في فترة كنت الخسران، بس لحد الآن ما انفقد الأمل. هني في طاقة الأمل، أقدر أقلب السيناريو لصالحي، ونعم هذا اللي بصير في المستقبل. في شيء أنت هني في الغصن الصغير شاك فيه، أخبار قاعد تبنيها على الحس بس مو متأكد منها، تنتظر الإشارة، تنتظر العلامة. عندك شيئين، وركز معاي هني لأن الطاقة شوي دقيقة. الشيء الأول اللي شكيت فيه راح يتحقق بسرعة ويأتيك خبر عنه بسرعة. مثلا من تشك إن في صار تغير، صارت تبتدي تطلع مشاكل ما بين شريكك والطرف الثالث، من تشك بتشوف عقب فترة وجيزة، مو فترة طويلة، بسرعة يأتيك خبر إن نعم يأتيك أحد منهم رسالة، يا منهم يا من أصدقائهم أهلهم معارفهم، يأتيك رسول من المعركة يوصل لك أخبار سرية، يقول لك نعم ترى في بينهم مشاكل، نعم ترى في صاير بينهم زعل، نعم ترى علاقتهم مو قوية مثل ما أنت فكرت. شنو أتكلم لكم عن السطحي؟ دائما يتكلم نجمة البحر عن الشيء السطحي، ظاهريا الأمور مستتبة، بس أنت عارف، أنت حاسب برج الدلو أن في شيء غلط.
في شيء سحبنا البساط من تحت احد وصح طاح سقط وقع، فشلون يتصرف هذا الشخص انه هو ما وقع؟ هذا مجرد تمثيل. في الفترة القادمة الشيء الاول اللي تكلمت عنه انا راح يأتيك عنه خبر سريع، الوقعة الاولى، وقعة اللي تونا قاعدين نشم ريحة المشاكل بينهم، بداية الانفصال، هاي المرحلة الاولى من انتهاء العلاقة. المرحلة الثانية هي المرحلة النهائية اللي فعلا تسمع خبر مؤكد من فم الحصان، من فم شريكك، مو من احد ثاني. اذا شفت بعد احد ثاني يأتي لك بالاخبار ويأكد لك شيء انت اوريدي حاسة، انت لحد الان في المرحلة الاولى يا برج الدلو. المرحلة الثانية هي مرحلة ان الشريك نفسه يأتي ويدوس على نفسه ويدوس على كرامته ويواجهك ويقول لك الحقيقة، يعطيك الحقيقة كاملة، الحقيقة. وحتى لو رجع معناته، شوفوا أنا أعطيكم الطاقة ولكن الطاقة معاها شروط، الذكي يقدر يفهمها بسرعة. معناته لازم أنتوا تلعبون في السيناريو، لو شفتوا الشريك رجع ولكن ما يعطيكم الحقيقة كلها وما تحسون ذليل كل الذلة، ما تحسون انه وصل لمرحلة مستعد انه يعترف باغلاطه، مستعد يحط النقط على الحروف ويعتذر ويدوس على نفسه. معناته لحد الان ما تحقق شرط المرحلة الثانية. تخلونا تحمل، مو بس تحمل، طولة نفس، تطولون النفس، ان المرحلة الثانية هي اللي راح تطول، لان راح تكون دائما اقول لكم مرحلة اما يصير كل شيء اما ما يصير ولا شيء. لازم يصير بالشروط هذه، الاشتراطات. الساحر عنده 4 عناصر وفوقه علامة الانفينيتي، كل شيء بمقدار وبخلط وبترتيب. اي خبر في الفترة القادمة يأتيك من اشخاص ثانيين، حتى لو الشريك شفت انه يحاول يتواصل معاك مرة ثانية يقوي العلاقة، انت لحد الان في المرحلة الاولى، لا تتنازل. هاي الطاقة تقولي لا تتنازل، لا تضعف، لا ترد تدخل في طاقة الماء، طاقة الليونة، طاقة اللي مستعد أسمع لك، مستعد أعطيك من وقتي، في أمل بيننا، في أمل. لا، أنت عندك ضائر جارح، بوزيشنك، موقعك قوي وواضح، ما فيه، شنو الكلمة اللي أبيها، ما فيه مساومات. بعض القراءات اللي سبقتكم كان فيها طاقة المساومات، أنتم ما عندكم للأمانة، تنتظرون تتحقق المرحلة الثانية بشرطها وشروطها واشتراطاتها. اوكي، المرحلة الثانية مرحلة ضعف الشريك، ضعفه اللي مستعد يبينه لك، اوكي، انكساره اللي مستعد يبينه لك ويواجهك فيه ويقول لك انا ترى غلط مع الطرف الثالث، انا انغريت بنفسي، انا ما حسبت للامور. اذا ظل بعده في طاقة المكابرة، اعرفوا انكم ما وصلتوا معاه للمرحلة الثانية، فوقتها لا تسمحون له، لا تضعفون ولا تلينون، ما فيها طاقة لين. شريككم عند الامبراطورة، فارس الاخصان، فارس النار، الفارس اللعوب، وكرت القوة برج الاسد. الاسد اللي هني يهني، مهما كان يعني هذا الكرت، انا اللي اشوفه الاسد اللي هني انتقل هني لفترة ما اثناء انفصالكم، اثناء ابتعادكم. نعم، جرب شريكك انه يتقرب زيادة، يستبدلك حتى بعلاقة هني مع شخص يمكن يكون من برج الاسد، أنا عندنا أسد وطاقة نارية، حمل أسد قوس. جرب أن شخص جدا جذاب، ما راح أكذب عليك يا برج الدلو، شخص عنده جدا كاريزما، ولكن الكاريزما اللي عنده أحس أنها هي من النوع اللي بسرعة تنطفي. جرب هذا الشخص مرة مرتين، بعدين خلاص تتملل منه، تحس ما عنده شيء جديد يضيفه، خلاص شفته وعرفته، سطحي، طاقة سطحية، طاقة كان أسد شكله كأسد، جربناه طعمه حتى كأسد، عرفنا هذا الشخص. فهني شريكك راحت عنا الفكرة وجات السكرة، سوري العكس، راحت السكرة وجات الفكرة، استوعب انه نرجع لطاقة المراهنة، راهن بعلاقتكم، بالكونكشن اللي بينكم، عشان شيء بسيط، علاقة عابرة، علاقة ما تسوى. هاي اللي قاعدة اشوفها، كأنك قاعد تقارن صقر بعصفور، طاقة أسد بس طاقته شنو عنا العلاقة هني، الديناميكية شنو عنت فعلا، شلون أثرت على شريككم؟ ما أثرت وايد، لأن نشوف الفارس اللعوب راجع تجاهك أنت،
دائما نقول هاي الطاقة، طاقة اللي يفكر ان العشب اكثر اضرارا على الجانب الثاني، خله انتقل، في فرص هناك، يروح يشوف ان لا ما في فرص، في اشخاص اقل منك وحتى الاستمتاع معاهم اقل من الاستمتاع معاك. اللي قاعد اشوفه هني في خمسة السيوف انه يمكن في فترة من الفترات لما انتوا والشريك انتوا مع بعض وعلاقتكم كانت على احسن ما يرام، وجود اصرار الاسد انه يكون موجود في حياة شريكك هو اللي سبب المشاكل، هو اللي سبب الانفصال، هو اللي سبب حتى انه ما يكون شريككم موجود 100%، موجود بشكل مؤقت كان الشريك هني بسبب ان هني الاسد عندنا الطرف الثالث كان عنده حضور قوي، للاسف حضوره قوي، كان حضوره قوي، ولكن لما انت سحبت نفسك، لما قمت بهاي المقامرة، او اذا راح تسحب نفسك في المستقبل وراح فعلا تخليه يجرب انه يكون مع هذا الشخص او يتقرب من هذا الشخص على راحته، حتى مو باشرافك مو بمراقبتك، بيكتشف ان العشب ليس اخضرارا على الجانب الثاني، راح يكتشف ان مو هذا هو الشخص. اللي تعرفون الاوقات نمر على مطعم نشم ريحة الأكل أو ريحة الشواء جدا جدا تجذبنا، ولكن لما نجرب فعلا أن ناكل من هاي المطعم نكتشف أن الطعم مع الريحة ما يتوافقون. عندنا أسد، ما أنكر عندنا أسد، عندنا الريحة، عندنا الشكل، عندنا الانجذاب الجسدي، بس لما نجرب أن فعلا نكون مع هذا الشخص ندرك أن مو هذا هو الشخص اللي إحنا نبيه، ومو هذا ما قدر هذا الشخص الطرف الثالث اللي ابي اقوله ما قدر يستفز مشاعر شريككم. الفارس اللعوب رجع بما معناه ما قدر يستفز او يضخم مشاعر شريككم لدرجة انه يخلي الشريك يبي يظل معاه لاكثر من شهرين مثلا، ما قدر يستفز من عنده هاي المشاعر. لما كان معاكم الشريك احس بالعكس، انتم معاكم كان مطمئن ان برج الدلو ما راح يروح مكان، كان مطمئن خلاص برج الدلو صار في الجيب، صار امننا عليه راح يظل موجود في حياتنا، فقام شوي يلعب بذيله الشريك هنا، قام يلعب بذيله، يجرب اشخاص ثانيين، يرجع لاشخاص من المستقبل، ياخذ راحته اكثر. اوكي، فشنو صار؟ انقلب السحر على الساحر، فعلا جرب انه يكون موجود مع هاي الشخص، عطى العلاقة جو، جرب العلاقة، جرب يكون معاه، اوكي، يمكن حتى جسدية لانه وايد عندنا طاقة نار ما راح انكر، ولكن طلعت السالفة انه مثل الاكل اللي شكله حلو ولكن طعمه جدا سيء، ريحته حلوة الطعم ما بقول لك سيء، مو على مستوى التوقعات، مو على مستوى التوقعات. عندنا أسد، شنو اللي صار؟ ليش شخص كان منجذب إلى شخص طاقته كاريزمته جسده بمستوى الأسد وبعدين نشوفه سحب أذياله وقاعد يرجع حق برج الدلو؟ برج الدلو راح أكون صريحة معاك، أنت من الأبراج، أنت من الأشخاص اللي لما الشخص يشوفك من بعيد ما يقول هذا ذكي، ما يقول هذا قوي، ما يقول هذا شخص راح يكون وجوده كبير في حياتي. اول انطباع ناخذه من برج الدلو انه هو شخص سهل، سهل ان نصادقه، سهل ان نكون معاه، سهل ان نحصله في حياتنا. ما يعرفون، مثل دائما انا اشبه لكم الشيء بقمه الجبال الجليديه، الجبل لما يكون جليدي في الماي مثل اللي اسقط اللي سبب في حادثه التايتانيك، نشوف فقط القمة، القمة تكون جدا صغيرة، نفكرها صخرة راح ندوس عليها وخلاص. شكله من بعيد إنسان هادئ، برج الدلو شكله من بعيد ما راح يمثل تهديد للأشياء اللي احنا اوريدي حاطينها ونبيها في حياتنا، ولكن لما نتعرف على برج الدلو، لما نحتك ببرج الدلو، لما نعاشر برج الدلو، شنو يصير؟ أصير في تعلق، أصير في، تعرفون طاقة اللي جربنا الأفضل، فالحين أي شخص مقارنة بالأفضل ليس هو المطلوب، أوكي؟ ليس هو المطلوب. عنده أيضا شريكك آخر كرتين، هني كرت القوة برج الأسد وكرت الإمبراطورة، أحس أن أموره جدا مكركبة،
على كثر، هاي اللي لازم تفهمه وتستغله لمصلحتك أو لمعرفتك في الفترة القادمة برج الدلو. على كثر ما تشوف شريكك مظهره جميل، يلبس زين، يطلع زين، يسافر، على كثر ما ظاهر حياته، يحرص أن ظاهر حياته يبين جيد أمام الآخرين، أمام الناس في السوشيال ميديا، على كثر ما الأمور مكركبة. هاي اللي أبيك تستوعبه، كل ما شفته يكشخ وينزل صور ويحرص ان اخباره تصل اليك، اوكي، ويحرص ان انت ما تنسى، ويقول لك لو سألت لو تكلمت معاه بيقول لك الحمد لله اموري قاعده تصير من زينه الى افضل. عيل ليش هو راجع اذا قدر يحصل فعلا الافضل؟ ليش راجع هنا عندنا؟ هذا هو اتجاه رجعت فارس الاغصان، كازانوفا الفارس اللعوب. إذا فعلا كانت حياته أفضل، إذا فعلا قدر يستبدلك بشخص أفضل، ليش راجع؟ برج الدلو، النصيحة لك هني اعرف قيمتك، لا تتنازل حتى لو شريكك حاول يبين لك في الفترة القادمة أنه هو بخير وحياته ماشية على أفضل ما يرام وأنه غير محتاجك. انتظر عشان شروط المرحلة الثانية اللي كلمتك إياها تصير. لما يوصل مرحلة مو مستعد أو حتى ينكسر لدرجة انه ما راح يمثل زيادة، ما راح يحاول يجمل نفسه زيادة، يجمل حياته، ما راح يعترف بحاجة لك، معناته لحد الان هذا الخبز لم ينضج، شريكك ما نضج. تنتظر لحد ما شروط المرحلة الثانية.